لعقت أدونك هاي ستة واجنا عصت وايدين أباها لعجنا صوت ولدي تكانك حكمت ما تكاو نك كش قيت شري إسكال هذا الله أنا ما أسوري سنة سوى سأسوري سنة وربنا هو آخرنا قبل نقول بعو قضية أديك وقوع بيني الله بقى بقول طول ربنا يا تير رأي سعودي ما تراك نقول أنا كمركب وحان ربع هذا اللي قبل سعودي كرتين أنا كوحان ربع بطاعة برني كان فقير كا إن ساقو كلا تكتم با إني هو ذي شو جنبه منك تاجك على الغوايا منك غني على الغوايا والغوك لك يعني لا ما سوق لسين نجس لا ما سوق لسين أما متك فقير كا ولا فسين أما فقير كا حتى أسكفر نعدان كاس إيه أنا جورسنا يدروجست ويعيب أو أقول أنا كم جورسنا يا منك هدا إيه فرتت من ذب ما بجورسنا جوري جالس أديك وجود أحد قوة منك هدا يا رجل منك ما جورسنا يا يس أطلع تاوجو أنا والله أنا ليش إذا أنت ببرسنا حارتي مدحون علينا رحم كل شيء أنا كوارت نيك أنا وح كل شيء على تي ولا شيء قدام نيجتي اللي جاي يقف كل لقيه هاي وحبابه ما هي استي بيركي استبيركي ما هي ما هي تاني كان هذا محاها ستة جورج عبرت أو كنا شا ما أنت طبش البنك يا أكو مجرى خويا أكو بيلو سي حاها ستة عصام تحام أو قف كحنك جين قد عصو كجرا شقي سنة وكون وحات إلى وما حتى قف كوعسة بيت كيس عنا هذا حاقة بتاع جورج عبرت أو كك على وار بحذاي هير والبنك برضه ذي كنت هتشيلهن فاهم سا أنا جورج إيدنا حتى جوكتا ما هو قلو وح خويا إيدني مو حتى إيدك تنك ونكسن ما يا يا حتى حتى لعك شانسي كجرتا خبري ما كان أي كذا نسين كم كذا نحن ما شو بسيت أنا أي كذا نسين هذا أنا كو وأنا أفك أف من مرة أنا أي كذا نسا يان يالي رأي وش رأي هذا وأنا لو يان يان يا يان يالي رأي جيسي يان يالي هنا دافين مرك أنا يا يا فقير كان هدول قابلنا سامي يعني يا ترك واي هاي أنت إجر جرت الجلا عل قام الجلا على شو كتر على سبعة كاسو ساعته سيو قرر أنا يا ذيك ورا ذيك النور القريب اللي هو يبني مرة ما قريب يسمى مرة ما قريب هذا هب مرة مرة ما بحي والله الله مربي داف ما أنت أنا إسكفرين بريان إسكفرين نكع ننا أهن إلى هم يجمعوك ما وح كل وح كربتين وح كربتين أولاري كل شعراتي معين أنا ولا شيء نقول قرب بدن بقول ربع ليش أنا نكون نحن كلا قرب ليش وحيا ما أنت شن كوجو سفر مرة بو نسيت دك كوجو سفر هذا مرة بو مرة أنا سوي كفر الله سني أحسن مرة طبعا الموضوع كلنا حتى داوتو كا حتى طبعا ما أنت الموضوع كلنا عن وضلا حتى ويجو قبلها نلاشس وحنا كل شيء من كيف ولاله إذا فرننا أمان يصير سلا على المتين ميا أنا أقول تنك تن تن أنت عندلي واحد شيء يصير تنك صارم أيو هذا بعد ما تنك هنا كافر أيو هل كاسني نقول فرن الحدود لا جالس فرن قطر قرمك أقع وأمرك قبل ترى رالي عن كاه رالي كميه إني كي قال إذا فر بقول شيخ وع لبم مليون شيخ وع نكا إن فر أو إسك ما لا قبل نك بس أسألك خبر إنه فر وعي وإسك بناي فرين أسماء ما فراي أنا ما فراي سياسة أسكو قبينا وفا والا تقبردو أنا ما فراي سني ما فراي ها آه. لما ما قبر نينك وان قبا وان قبا وحربتها إنا إنتا نلشر حالك حبتك قدفتو عن آخر سأقوه إيو أما هذا إنتا كورج إيو أنا أجيز فرعي كوين هذا وحكا لمرتي هاي سوكا يا عيباني ولا لو إنتا عنو عيبوبين أدو إنتا أدو أبت كود من حيدة أبت كود من حيدة أبت كود من حيدة كلرك كود واحد لا ضعيف والله أنا ده وبالله أنا ده دقيس أبت كود من حيدة هل كاسا سر رابلوت كان تاليس تا تشق تقلين زي أنا كوهري أنا تشق تقلين حبايبي ما أنا بحكي تشق تقلين دقيس إيه لا دقيس أنا قرر جور سفر نايا بحكي لا لا أنكو ما هي نايا أنت أديك أروس تفر كور كبير كبير سي اقرنيو ور واكبي داي داي واكبي داي داي اه اه ايوه واخا كاغه ورو ما جيران ميل هلكانو هو اسك علد اه باي هيستا شركه اوو دبيسي غوده هورتو ولا تگين اودغا بيدان لا سو تگي وحينا بلاوين شركه لي يراهدو علي هذا يفر أنا أنت قرية تو قبل سوق حس يفر بالي إيه يفر قبل ديدي خير ما عقدم بي يفر قبل ديدي واقف أوكا سوي ما أنت قرية تيجي قبل سوق حس ها
maninkii islaantiisu waxaan ugu ayuu sameeyay wiili yar oo dhalayna kar 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 waayna fudda waayna yeesha waayna bababa adigu maxaa wiil kula asaga dhalay oo meesha guursan rabo gabadh gabadh ma guursadaa ma hadlo ilmi baa ka soo jeeday waxa la yaabaray ilmi ka soo jeeday adeer ma hadii nin gabadh ka qaba oo xurmo ka mudan ee kolba in wiil soo ordo dhaga gabadh fur ma sawtu maxay tahay gabadh la furo ma saadhi ma la kaysana soo asoo garda rama heerkan ayay la dhaqan yiin xaqiiqa imaadeen xaqiiqa soo jeeday adigu si maamaad ma maqashay la dhaho hadii ilaahay idmahayo maamaa waxay jirtaa la dhaho ee guurkaaga hore oo xumaada galalif buu ku badaa guurkaaga hore oo xumaada galalif buu ku badaa galalifkii wuu nabadayba galalif baad ku jirtaa galalifkii maxaa ugu dambeyn horta bal maxay ku dhaheen bal waxa ay ku dhaheen waxa rabaa dad isug waxan anigu ninkan hadoon waan ka isku soconaa mugta ya ayar diwaan arkaa ninka ma aniga ninka waan isku soconaa muxuu ku yii wuxuu ilayahay gabadhaydi ii fur haye okay sababtu maxay tahay lagu furay gabadha ninku muxuu hayaa cilad ama muxuu ku keen muxuu ka hor dhigay maxaa gar oo gabadha fur ku leh waxay shi cabsi ma waxaad qarinaysaa jiri waxaan qarinayo ma jirtay siduu lacagta nooga gurayay buu markii dambe wuxuu yiri fur gabadhayda gabadhayda inaad sii haysatidba ma aha anigana gabadha waxaan ku yiri waa ku furayaa ayadina waxay tiri war anaa aqaane walaalow adiga calaacal iyo iska garanaysa adiga su-aalaan ku weydii cabdikari waa degdegaysaa su-aashan ku weydiinay waxay tahay gabadhan aabeheed mase intuu kuu keenay kugu baryo adeer ii guursa ku yii masalada dooqaa ku guursa anugu waa weydiistay maya horta adigu ma guursadooqaaga ku guursa dooqaaga ma ku guursa gabadha fur baa la yidhi waan furaya waxaas war warni weyn maa wariya adiga gabadha adaa qaba adaa qaba furitaanku adiga hakaasoo dhammaada markaad wax furayso wax adiga kaa imaaday ha ahaado nin baa qori lagu qabto gabadh laga furtay mid baa sidoodii dhibto islaanti gabadhi baa laga furtay waxaasoo dhan waa xumaan gabdhaha loola soo kacay waxaas kaama maqli karo mar dambe kaama maqli karo haddii ilaahay idmahayo gabadhaas waa gabadh wanaagsan reer xun unbaan laga guursan karinoo reerkaasi uun ilaahay og yahay a mooyaan laakiin sida kale gabadhu waa gabadh wanaagsan waan arkay aniga dhowr mar baan la kulmay waa gabadh imaanle waa gabadh caaqilada waa gabadh degan waa gabadh samirle waa dulqaad kastay leedahay haddaa hal su-aalo ku weydiiyo ii su-aalaan hadle hooyadeed iyo aabaheed weeye dhibka anugu islaanta hooyadeeda waxbaan dhex mari maayaan lana hadlinba laakiin odayga odayga waxbaan isku ogey waxaan isku ogeyn lacag baan u geeyey lacag baan u geeyey lacagtii ma uu geenba gaaliya islaan cidu ma ogeyn lacagtan anigu u dhiibay waxaan ku yidhi heerkaas gabadhii wiilkaba adaa aabow ah waa inaad heerka hagaajisaa oo heerkaasu haddii ilah dhibaatooyinka waryahan dambe jireen waxaa ka mid a nin baa wuxuu dhalayaa shan wiil iyo shan gabdhood shantii wiil buu wuxuu u dhisahayaa haddii ilah kuusoo geliya gabdho yuu usoo iibinaya markaan ku leeyahay lacag badan buu bixinayaa qarash buu bixinayaa guryo u dhisaa gabdhihii kale u dhisahayaa shantan gabdhood shanta wiil heeraso looma dhisin shanta gabdhood isaga xilba kama saaraba gabdhaha isagu dhalay xil kama saara waa meesha cadaalad darradu ay ka bilaabato waxaad arkaysaa islaam faantamaysoo dhahaysa wiilkayga waxaan u dhisay gabadh sidan aqal noocaan aan u dhigo aqal noocaan aan u dhigay gabadhaydana waxay leeyihin ayaa niman waxba haysin ha ii keeni oo wiilka maxay u dhihi weyday gabadh wax haysata ii keen wiilka wiil soomaalida o dhan baa ee taale adiga marka waxaan kuu sheegahayaa waxbaan furahayaa kaama maqli karo gabadhaas adiga kuu jeegta waa gabadh wanaagsan ilmaha kasoo jeeda waa gabadh u uur bay leedahay awlaad khayr qabta allah kaa siiyo wax furitaanoo meesha yaalla ma jiro intaa gabadha furi lahayd odaygii habartaba sharci baan la tiigsanaynaa culimaan ku dacweynaynaa waa ereyna aniga labadaba igu daa odaygaan la kulmahayaa odayga aabaheed baan raadinayaa waan ballansanayaa geesahan ka siibahaya geesaha waya hal marka aan ku weydiiyo oo ugu dambaysa gabadh uu dhalay oday xun ay dhashay hooyo xun walaalkeedna wiil xun uu yahay ilmaha ay dhashay see noqdaan iyadu gadaal dad wanaagsan ma ka dhali kartaa aan ku waram haya abuurka bini aadamka ilaahay baa abuura soo nin maad arag culimo oo leeyahay sheekh hebel oo wanaagsan oo masaajid kitaabada ka akhriyo oo laqmeeyo oo saas tafsiirka qur-aanka u daadiya oo kuwa aad leedahay waa karaabiin dhalayso maad arag baleeyo hoog dee ilahay baa ka beeray sidoo kale soo maad arag hooyo haddii ilahay kuusoo geliya noocii darajooyin bay leedahay bahasha la dhaho basarinimada iyo raajanimada iyo baalinimada waa saddex darajo waxaa ka koreeyaan umalaynaya gaari iyo hadiiq shantaa darajo iyo haweenka soomaaliya loo qaybiya mid basari oo ama baalida ugu dambeysay oo sakaraada mid ay dhashay gabadhay dhashay oo gaari oo hoog iyo baa soomaada arag ku dabeecad xun may dhashoo dabeecad fiican soomaada arag abuurka ilahay baa dadka ilahay baa isku dhex wada waxa adigu shaqo kuma lihid waxaad sheegaysaan waxaan kaa maqli kara ma aha haddii ilahay idmahayo dad fiican ma ahana kuwa dadka ugu wanaagsan bay kuu dhali kartaa adigana maahmaa soomaaliya aqal bay ku hay maahmaada mataqaana waxay tahay waxaa la yidhi heer naag baa kaa raacda
هناك بكار 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 وجوجا لكن لدك هيك كان ما هن اني سكور ايران او المي ميل لودي او كل حق لوك او كل حق لوك حتى ولاد لوك او مرونه مركا غبدي انت ان كالاها لون ادي او ديغا يبل هيك ان كالاها يعني ما هي اوكا هرت غبدي غرغي دي بيجوكتي اي كدالتي غرو كلا بيجوكتي لا سو ترى ما عرف ده واحد نغا وريسن سيده هدا ان نغلا هلسيد gabadhii gurigeeda way joogtaa an guriga ka dhalatayna way bad kala hadda wax kala aan ku gali karo ma balaanba ma ayana ku sii falqayay waxaan ku dhahayaa sidaan sidaan ma hadii gabadha nin baa qabay ninki qabay inuu idin ka dhaqdo heerki la dhaqdo oo heerki la idin ka dhaqdo aan arintii gabadhii wiilki isku hagaajiyo yaan anagu u imaaday aad uma waxad leedahay gabadhii cidow ma qabto ma yahay dartan qof qaba gabadheeda ma arkay waxaan u maleeyay inay isaf gareenayn bal odaygaaga igu yeer adoo raala hadii yar uu ku yeeriya bal yeer السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. روال برور قاعد من ناصر يور واخر عد سيطر قلنا كمور غباء من شان حل حل الدمب كسر دعاية اضو حقيقي مسافر بعد كلمة ما هي بس كأرني ما هي حاجوين يا هولها مين كل غبط حاجوين قلني وقول يا جاب حاجوين كوكب بنا يا لان عروت تادي ودسكو هجات شين لا دسكو قبلها كيا قبي قبلها هاجي لفت ودا ميل جين لا هاي حاجوين كقال انت ادكو دالي سمعي نحاول واقبشة ما زو ما له حياة هنوك تتيس بالدريالة تقول خطة مرك أريد أرمى هذا هو سهجة جسوا يا لوجد بجيرة صار مرك أنا نقول سهجة جيو بنا أرمى سهجة جيني جاي بالور ساق من لاتم وانكوي مني هو أديات نوكو عريسنا أديات هذا عريسنا ها أنا حم بقولي بعيس ماش هو نقول يا جماعة أنا بنا كيله عريسنا تايا بروشنا إسكاكيان ما بنا كيله من سوكي كين هدي بنا كان سوكي ما الله هدي كل كلا قبطة إم بيجيرلة وحكلا ما يجيرلة sababtoo ah labadeenu waxa la yiri hadii la ku soo magal yahay nin baa la yiri libaax saddex nin intay shaqo qaybsadeen baa la yiri hebel aad u garta qab libaax koona dili markaas uu arkay libaax gar weyn oo libaax garkiisa la aadi kara markaas uu ilaahay wax rag isku ogaana adaka libaax garkiisa ilkiisa isu dhawa waxaan uga jeedaa aniga adigu waxba isku ogeyn wax fara badan yaan isku ogeyn qoyskaas gabadha iyo wiilka isqaba arintooda in la hagaajiyo oo reerkan la dhaqaaleeyo waadu xitaa wixii dhaqaaleed awoodaad gabadhaadu ku dhaqaaleysaa dad cabdaro uga yaabayso ee hadii la ku soo galay wiil kor uu dadaalo saasan isku ogeyn markii ugu dambeysay meeshan isku ogeyn isku keen dambeysay waynu garanayna haddana xog waxay soo gaadhay inta tagtay oo aad gabadha gurigeedi ugu tagtay inaad gacanta soo qabsatay itiriya inta ku deyso maxay ku dhacday gabadha maxaad soo kaxaysay saanta u soo kaxaysay baa fiican tahay haye een nio horta hawlu waa badan yihiin وأنا أقول إن قبلها الله دق عليه وصح هي لكن أنت أنا قبل دقولي إذا أنت وجدت شيء كم سوق حيسن لكن قولي دول صار أي كواهي هل كاسة على الكواهي سيدي قبل شق على كذا هي رأيي دو وجدت بعد وجدت طيع يا دريال سؤال هل قبل كويدي ما ندمي هي ويدي قبل ده هذا نقول قبل هذه هذه قولي وجدت صدق صار كوما وماش عن سعودي هي een waxa la yeeqabaro ama guriga kaaga jirto ama meel kale oo rinjireen odayaasho ama gudaha ku jirtay dhe ha sax sharafta gabdhaha ba ilaalinay aab ma mahma dad ba khalad ka fahmay aab ma marka anaguna waxaan ku leeyahay gabar ama gurigeeda ha joogto ama gurigooda ha joogto haye laakiin guriga saddexaad iyo mid afraad horta xal ma aha een gabadhu waa xaamilo ninkana hadda waa ogtahay in xoolo haysta ma aha idunkuna kama waad u xoolaysan lahaan leedimo aad kaysan kare qolo aad kaysan kare ma tiidin een wixii intaan isu sheegayna hayga xumaan kulli wixii propaganda iyo aflagaada idinka isku laho guriga yagii baad joogtaa waxba ka oran maayo sax waa mahadsanta een iyo waxaad samaysaa gabadha halkaas ay joogtaa ur bay leedahay waa xaamilo hadda waa bilo dhameysan rabtaa anaguna talo waxay ka go'daa kulli anaga iyo يا عدي رير قبل قبتي تلوت إله لأن وحنا تلوت تلوت إله حرقنا وانا لا يقلبه بحياني
ويليرو عن رلايو دخل سوغشي دخل سوغها واه تقان ريا دخل سوغ دخل سوغ waxaa weeye boqortooyad haysta suuudiyan ka magli jiray dhaaba iyo kuweediyan magli jiray dhaxal sugu waxaa leh dhaxal sugu kuweed ma leh dhaxal sugu af Soomaali erigeyso haye dhaxal sugu waa wiilka urado reerka loo tareerin gareeyo talada odaga weey oo wiilku miisa dal lahayn isagu heera kale u tashanin ma yaa reerka talada oo u tashanayaa haye ee wiilkaas haddaan is aragnay aan tashanay anoo tala wadaag baarna anoo ninka iska daciyaalka ama arimaha badan ku furan yihiin arimaha reerka hoose asaga aan u xilsaar waxa sameeyaysan tala wuxuu ku soo goobay markuu wiilka arkay gabadha arkay meesha lagu qabay tagay arimo badan uu soo xal xaliyay dadkan inay kala socdaan waxaan ahayn oo xala inay soo oolin Soomaali karaan waxana waa iska matal wiilka oo gabadha jacayl iyo rabitaan ugu basii dhagana sababta asaga afkiisi maareen way ayadu wanaag iyo dhaqaaleen kuma haysto oo ma war rabta baad markaa saaragtan waxay ku leedahay anuu iska rabaa reerkayga ku dhahaysa waxaas waa war ugu weeye ma garad dad is raba meesha ma joogaane Cabdi Nasir hadii Ilaahay ku keenay waa khayr reerahan kala fududayno lehel su'aalaha ku weydii su'aalaha waa badan yihiin soo daa aban noocay tahay adiga anigu taabaa u jeedid baana aban noocay ku lahaa adiga adigaan su'aal ku weydiiyey kale markii ugu horeysay aad waad reerka dhisanaysay islaanta ay guursanaysay ajendo ilmuhu markay waaweynaa qorshe markay waaweynaadaan iyo markay yar yar yihiin iyo markay dhexii marayaan ay kulli qorshe ma kaaga yaali xagga noloshooda maana qaxmaan isku guursanay waan gartay bila qorshad ku dhaldhashay qaxmaan isku guursanay ma garad haye taa ka baxo nin weyn reer sidan saasaga ka ogaaday waa sax waan ogolahay wiilku markuu gurigaaga kuugu yimid oo gabadha kaaga guursanay ee anigu aan halkan kuugu imidan gabadha ka soo doonay gabadha ayay shuruud hibli iyo shuruud hibli iyo shuruud hibli lagu qabahay maxaad u dhigay waxaan ka ogaa shaar cad buu soo xirtay maxaad rabtay markaa adiga anu hadda waxaan rabay gabar gabadha nolosha islaanu gabadha nolosha nin ku filan gabadhu anaga wax nooga soo noqo eeg qof baa la dhalay la iskama dhalin la iskama korin qofkan maaliyad baa la galiyay waa la maal gashada Soomaada garay warshada nin kale sida u sameysto kale warshada Soomaada arag waxa warshada loo sameeyaa in naf laga helo in shaqaale laga helo in lacag laga helo in dawladdu canshuur ka hesho Soomaa horta dehayde qof baa la dhalay Soomaaliyeed warshada la koriyay naas baa la nuufiyay la xambaaray wax la baray la weeniyay socday qof soconaya arag qofkan maxaa loo maal galiyay dhaqaalad yar ma dhaqaalad kribto ma ha dhaqaal aan ba su'aalaha oo lacag taala haddii gabadhi baan u baahnaa inaan la hadlo inaan gabadhi la kulmo hadii maalgashi jiray kala kulmaysa hadii maalgashi jiray anaga maalgashanay gabadha gabadha kala kulmaysa gabadha xamilada miskiinta halka jiifto gabadha xamilada ilma aan adeero ahayba wada oo de ha uu waa yey wada wiil aan adeero ahayba ana qaba sheerkiin waxay suutiin xitaa mun taqaanaan waa sax waa sax aan noo sixiye wax la sixi kara dhibo ma leh waxaad ugu ii sixi kartaa aniga oo dhiba waxa saxayaan hayay ku socod la waad ku waataay wax eray waad sixi kartaa laakiin aqalkaaga ma sixi kartaa dibka jiraa ka sameeyna waxaad sameysaa oo aan ka codsanayaa inaad gabadha ila kulansiiso wali intan gurigiina kala dhahaysa banaanka aad ku dhahaysa waan wareysanahay maxaa ka wareysanaysa gabadha waan wareysanahay waalidnimaan wareysanahay adum had gabadha u diidan gabadha waa ku tusay waan kugu yeerayaa nin war lagu sii nin dadka islaamka hadda is fahmi waayaan ilaahay wuxuu dhulka u weynayaan la kala maro ardullah waa sax hadii gabadha wiilku isma fahmi laa wax isfahmi laa waa idinka wax kala raba waxaad rabtaan ma garanaan anagu ra isfahmi mayno iyaguna isma fahmayaan haddii aan wiilku isfahmi weyno oo islaantii wiilku isfahmi waayaan oo aniga adigu isfahmi weyno gabadha wiilku isma fahmayaan sababtoo ah gabadha anaga nal ka soo jaray arwaaxdayada nus laga jaray weey maadaama ay marka naftayada qayb ka mid tahay adigu kugu yeeraya gabadha la hadal laakiin uu reeraha soo kala fududay aanu war badan kama bixi kare aniga gabadha aad leega soo jafay midada kale lama soo kal lehe dadka bacad casri ah loo yimaada ayr maheenki wad neela jin raacda maheenki aan jin iyo wax walba aan raacnaa markaas loo baan neela feysay orahay bal gabadha u yar aan lahayn taas ay u soo kala wali geey ba qolala nooc war maxay ahaan qolada wara wiil gartii ahay wiil dhibaato haysatay salaam وعليكم السلام ورحمة الله فيعنا الحمد لله فريسان حق عمكو يروض هذا اللي حق ايه برنامج كنت تستاقين ايه ايوه أذر ايوه قاره حاجري واحد بمجري ان حقو عدة صوب بوغضي صح ان هدي ابا هي هيدا انا وقت هي هي قر ما قش سفي ادو حويل بقى تحسان مالين ما اوغى حي ان ابو شكري بان سارقنا بان سارقنا ييم سفي عن وا دغال ان بكورده يوم كسيو كسكت صح ان وحا هو شيغه هنا و اي شيغه و كوغو يي و اي شيغه و اي شيغه ها هاي انا ها يدو كو قراعه دان ورك نو عاس كامق هاي هذا كنو عاس سيسه هدان كامقل وا كتمها صح
إيجانا بالبال ميسون كقراعي وحاس نوح وشيه هين أنا كاري لقين هي وحش غين هي مجد متى كلا ماشن هو يداي أبها هدوه دكته هذا تسل الله لقمه يوحي يقول يتشو أي كسو عضان بلها من مجد صح عبشوك يوان كسو الدر إن شاء الله وصارك حسان يبنكو يسارك أبال هرطة وكاري لقين خلط كاقل وحيشا غين خلط كاقل أنا أقول هدي إلهي إدمها يوحن صمين هيا أبال سيدي عن أخرين تحقب بالدلها يعني ده حضو حلان هيا صح أدوك نقول بهير كيس كده صح على كاك وعادي سمه أنا أصيق لي هاد إمرجينا ما أحنا ما ما دم ملي سكنا وكو إيمان إنه كرال جليان كود هذا الله هدي لك كود ما هي جرجي غير كده جلها يعني ديارنا إنه دي بره دي نينا صح أدوك أنا سكت القاضي هذا وات علوس تاي أدوك الله فتاه هاي إمرجين ما رت أدوك كهول بدن بكت جرو ما رت دوا تدي سما يرو صح مرك أدوك علوش حيرة سفي عن أنت أنا سك جوني أكوده وغلط أنا هنا ما قلنا نكوده شيء يعني بنان كوكس بحيي وأنا دين دعيني أذكر قبل في عم بعثان طلقات له سمر له إيمان له أتكيس جاجا يبنى جاجا سي وضو هولها كلامتنا ونصورنا مسترين إن شاء الله تعالى عم شكر عم ونكوس ودرها يا أي بلا داس أذي لحظة شيء ديار ومسكح ديس أسوب الدشي ما يد ما يد أنا مركي وحاكله هدوا إحنا قصنت هاي ورد مسكح أسود كسو يسوع لابو قاعد كا كسو فكر أباي هو يدم حيلي أباي هو يدي حتى ارتام بس كي بقولي وكح أرنت بك إحنا قصين هنا فرين بكتا جايين لكن مرة البا فرين كأنه يقصوا قاعد أدر دم ده يكله المرض معي تعدي هيرجع إلى الدمية دم كلا كمان عن حس لي ويل كان وحبه يسنين محاك الضبط لقي أنت بس كوع العلنا يعني وركا. صح وتقف كان وحبه يسنين حب بحلقي كين هذا يوم مكوب بالغادة يعني هذا نكنا وحبه يسنين كافر عن حول عادي وخود الضبط يعني كوي لايا مي بالغادي كرا متى حتى خياني شيء يعني ما ها يعني يو يو ننفي عنه حلق سين هي مي بالغادي كرا ما هذا لكن سأكتا والد أدبو والد واتحي والد ما هاجوح ونعكسه وعلى رتاه والد كي يجينا مسؤول كود هيستان وانتهى وكله ما ولاقو حكوا عليها المها وحي ونعكسه وحلاه ما ماسو ماله وحيته وحي مش ونعكسه يا المها أوره المش وحي أوره بقى المها أوره ما ما بقى هديك هو يدو يدا نين كذا ينورش هذا يكون عصنده إلا دبعته ما صح تازو حلو بهي ما رغم كسو ماله كنا لوك ماله هذا أنا أدري وحنقول تلنا يا إنا كل هذا عم يصير ودسو إيمان دون تان عاد سكت القاضي تقول لي الناس كأنه سطو قرن والقود يا رنا إدم كيله خير الله كسي أنت أم بره إدم كوشة وأنا ما حسنت عليه هي سكحرون وأنا علوس تايان كل من استعجل هي هذا هي